ضمن مساعي مدينة الشباب 2030 لتحويل مختلف الميول الشبابية العملية والفنية لاستثمار يفتح للمهتمين فرصة العمل الحر في تلك المجالات، أعدت مدينة الشباب 2030 والتي تنظمها وزارة شؤون الشباب والرياضة مؤسساتها التدريبية لاستيعاب المواهب والاهتمامات الشبابية لتمكينهم من التأثير على المجتمع بطرقهم المغايرة. عندما تتحول الهواية بمختلف مجالاتها إلى مشروع مالي يحقق من ورائه الشباب مستقبلا مشعا بالتقدم، فتفتح الأسواق لرواد الأعمال البحرينيين وتنجذب الاستثمارات إلى مشاريعهم. هي آلية جديدة بلا شك تقوم عليها يونيد البحرين وفق 4 مراحل، وهي التدريب والتأهيل وتقديم المشورة والربط التكنولوجي، الربط المالي، وأخيرا الاحتضان، وهي المرحلة ما بعد الاستثمار لتكون بعدها الخبرة العملية والشهادة الاحترافية الممنوحة للشباب. هو ما تسعى إليه مدينة الشباب 2030 لتحقيقه من خلال برامجها المتنوعة بالتعاون مع يونيد البحرين. احنا نحاول كل سنة ان نتعاقد مع جهات جديدة علشان نوفر شهادات احترافية. عندنا مشروع سبورتس مانجمنت وهو يقدم عن طريق اليونيدو ويتقدم شهادة احترافية لبدء المشاريع التجارية في المجال الرياضي. عندنا بعد شهادة ثانية حق تقنية شيفت وهي منظمة شيفت من يوكي. عندنا بعد شهادات أخرى منها توست ماسترز وشهادة من معهد البحرين للضيافة والبيع بالتجزئة. مشاركة اليونيدو في مدينة الشباب هي من عدة جهات. نحن نشارك عبر رواد الأعمال وبالذات رائد العمل محمود عبد الصمد، هو صاحب ريف جيم، لأنه هو عنده برنامج لمدة 6 أسابيع في مدينة الشباب. هي البرنامج هو في نطاق ما نطلق عليه برامج الصحة والعافية، لأنه نحن عندنا برنامج كبير نقوم بتنفيذه في مملكة البحرين بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للبيئة. هي أنه نساعد الشباب أو رواد الأعمال البحرينيين نفتحوا مشاريع لا علاقة بالصحة، وبشكل عام هي طبعا المشاريع الرياضية ومشاريع لا علاقة بالغذاء والمطاعم وإلى آخره. هناك قصص نجاح بحرينية كثيرة شقت طريقها نحو تحقيق الهدف لتكون اليوم النموذج الذي يحتذي به كل شاب تحدى الصعاب من أجل تحقيق أحلامه. أتشرف أن مدينة الشباب اليوم دعونا علشان نلقي محاضرات نتكلم فيه عن شركاتنا وشلون ابتدينا وشنو الخطوات والعراقيل والنجاحات اللي احنا مرينا فيها. احنا شركتنا تسوق الكتروني فيواكب العصر، فيعني احس مناسب للجيل، فيمكن اختارونا لهذا السبب لان الجيل الجديد عارفين يحب السرعه، يحب التسوق الالكتروني. فتكلمنا عنه وتكلمنا عن الخطوات علشان تبتدين، شنو الاشياء، شنو العراقيل، شنو الواحد يحتاج. تعاون مدينة الشباب 2030 مع يونيدو البحرين جاءت استجابة لتطوير القطاع الشبابي بالمملكة، خصوصا وأن التوجهات العالمية في هذا المجال تتجاوز دور الهواية أو الممارسات الاعتيادية إلى مفاهيم الاستثمار والريادة وتحقيق الذات من أجل الارتقاء بالشباب إلى الاحتراف والتمكين. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.